ويا مساء الإيجابية والسعادة يا ربي علينا وعليكم. كيف تمسك البجر عشان تبدأ التبخير؟ أول نقطة مفروض أن الواحد يعني يحطها بالحسبان، خل البجر موازي للمكينة، لا تخلي لا يمين ولا يسار أو بالشكل هذا، في ناس تبخر بالشكل هذا. طبعا هي كلها صحيحة، ممكن تكون صحيحة، لكن أبعطيك طريقة أسهل وخلنا نقول أساس ممكن الواحد يعتمد عليه من وجهة نظري. طبعا أول شيء راح أمسك البتشر موازي للمكينة. ثاني نقطة، رأس المبخر نفسه راح يكون بالشكل هذا، راح يكون عند رأس التبخير أو خلنا نقول عصر التبخير، راح أكون بشكل مستقيم تماما، ما راح أميل ولا حاجة، هذه كبداية. تمام، هذه أول نقطة. الثانية، مجرد انك تميل البتشر نفسه عشان تساعد الحليب انه يدور، بنفس الوقت انت تكون مختار الزاوية السليمة للتبخير. في ناس تحب تسويها عكس على راحتها، بالنهاية هي اربع نقاط راح اشرحها بعد شوي. بالطريقة هذه يكون الراس المبخر داخل في الحليب حوالي 1 سنتي، وبالشكل هذا راح تبدأ تبخير. يدور الحليب، وراح اشرح ان شاء الله بحليب، يدور الحليب ماشي، وبعدها تبدأ تنزل البتشر شوي إلين يطلع رأس المبخر. بالطريقة هذه أنت تحصل على اللي هو التستسة في التبخير. إذا جيت بقسم البتشر أو خلنا نقول سطح الحليب إلى 4 أجزاء، أنا ممكن أختار أي جزء فيهم وأبدأ أبخر فيه. لكن كيف أعرف مثلا إذا الجزء هذا سليم أو لا؟ إذا شفت أنا مرتاح على دوران الحليب، إذا حطيته في الجزء في طرف الجزء هذا أو خلينا نقول قريب من الوسط، ما راح يدور الحليب معي. إذا حطيته في النهاية وصار التبخير يلامس جدار البتشر، برضو هذا غلط، لأن بالنهاية وانت ماسك البتشر على أساس تحدد درجة الحرارة، لو ما كان عندك ميزان بالنهاية راح يصير حامي من هنا أكثر من اللازم، ويمكن الحليب اللي داخل ما وصل لدرجة الحرارة المطلوبة. عشان كذا دائما يفضل أنك تختار أي واحدة طبعا اللي يريحك، لكن تكون في وسط المنطقة هذه، يعني الزاوية أو خلينا نقول المساحة هذه حيكون في وسطها بالضبط. تمام، وبشكل مايل. طيب، النقطة المهمة جدا، الحليب لازم يكون بارد أقل من 10 درجات مئوية. الآن راح أبدأ التبخير. زي ما قلنا اللي هو البتشر راح يكون موازي. تمام، راح أشغل المبخر، راح يأشر معي إلى أن يوقف، وبعدين أفرغ الموية، بعدين أبدأ التبخير. تمام. الآن راح نبدأ التبخير. زي ما قلنا نحطها كذا بمستقيم. تمام، بعدين أميل. جميل، كذا ميلت خلاص، أبدأ تبخير. بدأ الآن الحليب يدور معي. سامعين تستسة؟ شايفين كيف الرأس؟ بالطريقة هذه بس، ما يطلع زيادة على اللزوم، عشان بالنهاية ما يصير عندي فوم كله فقاعات. خلاص أنا عديت تقريبا حوالي 7 ثواني والحليب جالس يدور بقوة، وانتظر إلى أن يوصل درجة حرارة 65. طبعا لو تلاحظون في مسافة، المفروض ان البتشر ما يضرب على التبخير، ما يضرب على نفس الحائط حق البتشر. كذا خلصنا، وصل 65 درجة حرارة، درجة مئوية عفوا. بالطريقة هذه صار عندي كريمي، التبخير كريمي. والحين نجي لوقت الأرض، والآن نجي لمرحلة الأرض. طبعا بعد ما خلصنا تبخير، أمسك الكوب، أعطيه دورة كذا خفيفة بس عشان لو كان فيه
اي فقاعات في نفس الاستخلاص تروح، او اني ممكن اضربها بشكل خفيف. خلصت كذا، امسك الكوب من هنا وميل كاني بينكب، كانها بينكب. الان الف الحليب بالشكل هذا، صار عندي كريمي، وان شاء الله يا ربي ما اتفشل. بسم الله، اصب في نص الكوب. شفتوا كيف؟ لاني انا ما صبيت في نص الكوب، فصار معاي سطح ابيض، لكن بكمل. اعذروني، لكن الواحد مو عارف يركز وهو يشرح. وبالشكل هذا بنهي، واعذرونا يعني لو كانت شوية سيئة.